أعلن باحثون في وكالة الطيران والفضاء الأمريكية ناسا عن اكتشاف مجرة تحوي 7 كواكب تدور حول شمس حمراء وقد يكون بعضها قابلا للحياة. وقال هؤلاء الباحثين إن العديد من الكواكب في هذه المجرة هي ذات بنية صخرية ودرجات الحرارة فوق 6 منها تشبه درجة حرارة الأرض، ويحتمل أن تحوي 3 منها على المياه. وأطلقت ناسا على المجرة اسم ترابيست 1، وهي موجودة على بعد نحو 40 سنة ضوئية من الكرة الأرضية. وللمزيد من التفاصيل ينضم إلي عبر الهاتف دكتور علي صادق، رئيس مجلس بحوث الفضاء السابق. دكتور أهلا بك معنا في أون لايف. يعني ما الذي يعنيه وجود كواكب في المجرة عليها حياة غير كوكب الأرض؟ الموضوع ده موضوع مذكور في الليتريتشر، في يعني ما يكتب عن الفضاء منذ زمن طويل. ويعني عشان يعني أدللك على هذا، إن القرآن الكريم قال في سورة الطلاق آية 12 ما نص الله الذي خلق 7 سماوات ومن الأرض مثلهن، يعني في 7 أراضي. يعني الله سبحانه وتعالى قال في القرآن إن في 7 أراضي غير الأرض بتاعتنا. بصفة عامة من الناحية العلمية أثبتت أكثر من وكالة ناسا وغيرها أن هناك أجرام سماوية في المجرة بتاعتنا، وأيضا في مجرات أخرى خارج المجرة بتاعتنا. يعني يرجح أنها من الممكن أن الطقس بها يسمح بوجود حياة. وبالتالي يعني العالم كله الآن المختصين في مجالات الفضاء بيعملوا على تواجد البشر خارج الكرة الأرضية في الفضاء، سواء في أجرام تصلح للإقامة زي الأرض، يعني الواحد يتنفس وهو عايش من غير أي ماسك، من غير أي أجهزة وخلافه، أو في أجرام ممكن يعني يعيشوا داخل مستعمرات فوق الأرض يعني أو تحت الأرض. إنما هذا الموضوع محسوم، يعني سوف يكون للبشر تواجد خارج الكرة الأرضية في وقت ليس ببعيد. نعم دكتور، وهل يمكن أن نتوقع كيف يمكن لهذا أن يحدث؟ هو اللي ذكرته ناسا في الخبر الجديد اللي أعلنته يعني يوضح تماما أن مثل هذه الأجرام التي اكتشفتها في مجرة أخرى مسافات بعيدة جدا، يعني إذا كان المسافات داخل المجرة بتاعتنا احنا مستحيل الوصول عشان نصل إلى، يعني البشر يصلوا داخل المجرة إلى أي جرم من الأجرام القريبة مننا إلى حد كبير بتاخد سنوات. فإذا لأن يعني المسافات في الفضاء لا تقاس بالكيلومتر العادي بتاعنا، المسافات في الفضاء بتقاس بالسنة الضوئية، يعني المسافة ما بيننا وبين المجرة الجديدة دي، يعني هنقول كام 40 سنة ضوئية. كان الخبر يقول 40 سنة ضوئية. 40 سنة، تصوري السنة الضوئية معناها ايه؟ هي المسافة اللي يقطعها الضوء في سنة من سنوات، يعني السنة الواحدة يعني سنة الضوء تساوي تقريبا 300,000 كيلومتر في الثانية. يعني سرعة 300,000 كيلومتر في الثانية. فشوف يبقى المسافة اللي يقطعها الضوء في سنة تساوي. إذن هناك إمكانية للحياة مع شبهة وجود استحالة لكيف يمكن لهذه الحياة أن تكون على الكواكب الجديدة. على كل حال شكرا لك دكتور علي صادق، رئيس مجلس بحوث الفضاء السابق.